السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم تلاميذ الكرام، تلاميذ السنة الرابعة متوسط. اليوم بإذن الله راح نديروا مع بعضنا فقرة حول مولود فرعون اللي طلبتوها، هي تابعة للفرض اللي حطيته. المهم راح نديرها لكم أونكا، طيح لكم أونكا. المهم بعليكم غير تشجعوني برك باللايك، لأني والله العظيم نتعب يعني ياسر وراني شوية مريضة، دعوا لي برك باش ربي يقدرني ونعاونكم بالشي اللي نقدر. هذه هي أولادي الكرام، إذن نكبر لكم ونقرأ مع بعضنا الفقرة ونشرحوا كيفاش درنا هذه الفقرة. إذن مولود فرعون، مولود فرعون is an Algerian writer, teacher and inspector. واش راح تقول؟ راح تقول is an Algerian writer، دير فاصلة، teacher and inspector، على حسب لي المعلومات اللي عطاها لي هنا. انت ارجع للفرض وهز هذيك المعلومات. اوكي هنا واش قال لك؟ occupations يعني الاعمال تاعو، واش كان يخدم؟ كان استاذ مثلا، كاتب. اوكي هنايا واش راح ندو، واش راح نقولوا؟ he was born on، ما نقولوش ان، نديرو on، نكتبوا لا دات نتاعو. اذا عطاني غير العام برك، غير العام برك، ما ماشي الشهر والرقم، غير العام برك، نكتبوا ان تيزي وزو. مثلا عطاني غير العام برك، راح نقول he was born in 1913 in تيزي وزو. بصح كي يعطيك لا دات بالشهر حتكتب on. ها خلاص فهمناها. اهه زيدو نقطة. his real name is مولود 8 شعبان. هنايا عطانا الريال نايم، ريال نايم والنيك نايم يعني اسم مستعار واسم الحقيقي، راح نقوله his real name برك is. مولود فرعون لفت، ولا نكتبو روت يعني ترك او كتب، يعني ترك بعض الكتابات او كتب بعض الكتابات. لفت several writings، ولا تقول مولود فرعون wrote several writings. دير زوج نقاط. فيرست، علاش فيرست تميز؟ لانه هنا عطانا بزاف اعمال، واش كتب ديدز الاعمال تاعو يعني. هنايا بعض الروايات كتبها، واش هي؟ فيرست هي published the poor man's son، يعني نشر ابن الفقير في 1950. نقطه. نيكست فاصله، he wrote land and blood in 1953، يعني كتب الارض والدم او نشر الارض والدم في 1953. after that فاصله، he published days of قبيلية، يعني قبيلية عفوا، يعني نشر أيام القبائل in 1954. finally فاصلة، he wrote the upward roads، upward roads in 1957، يعني اكتب الطرق الصاعدة في 1957. اوكي خلاص تنينا من الاعمال تاعو. واش نقولوا؟ this famous writer died on March 5th 1962 in البير الجيرز. لو كان زاد عطاني العام برك اللي مات فيه، راح نكتب بلاست اون هذه ان. بصح كي يعطيك لا دات تكتب اون، والمكان دائما ديروا ان. خلاص هذه هي اعزائي التلاميذ، يعني نتمنى التوفيق للجميع، التلاميذ اللي تابعوا فيا واللي ثاني واللي ما همش يتابعوا فيا ثاني، نتمنى لهم التوفيق. برك ادعمونا باللايك، لايك لايك لايك، كثروا لي من اللايكات، خاطرش اللايك راهو مهم جدا 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 للفيديو. ما تصورش قداش انا نحتاج غير اللايك، وانت طبعا تحتاج مني بعض الحوايج، هاي نحط لك فيها. اوكي الى اللقاء.